أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. وما زالت رحلتنا مستمرة مع أبي الأنبياء شيخ الحنفاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أفضل الصلاة والسلام. في هذه الحلقة بإذن بسم الله سوف نأتي على نهاية القصة مخلصين الدروس والعبر الممكنة من قصة سيدنا إبراهيم، ولا سيما في كلامه مع النمرود ومناظرته قوبه وقصة بناء البيت. نشرع في هذا إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله في فضيلتكم. إذا مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مع قصة سيدنا إبراهيم نبحر مع حضرتكم مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وكيف ناظر النمرود وكلمه وحدث، وكيف كانت مناظرته مع قومه، وتفسير قوله تبارك وتعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ما هي البشرى وما هذه الرسل، وقصة رفع القواعد من البيت مع سيدنا إسماعيل، وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في صفوة الصفوة. ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلة. أهلا وسهلا، مرحبا فيكم. وندلف إلى الحوار الذي دار بين سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين النمرود، وما مكانة النمرود في قومه آنذاك. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حوار وهناك حجاج وهناك جدال بالقرآن عموما، يعني عموما بالفكر الإنساني. نعم. الحوار، نحن مطالبون كمسلمين بقضية الحوار مع الآخر، أن نتحاور ولكن من منطق قوة ومركز عزة. نعم. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بهذا المنطق نتحاور، أما بمنطق الاستخزاء والاستدلال وأننا يعني أتقرب من الآخر كي ألين قلبه حتى يعني يعطف علي ويتركني في شأني ويتركني في حالي، هذا الذل ما بعده ذل. يعني الحوار يكون يعني بين طرفين متكافئين. المحاجة والحجاج هو إنسان يعني يريد أن يوضح حقيقة معينة، ولكن الذي أمامه مكابر فيجادل. أما الجدال هذا نحن منهيون عنه تماما. من ترك أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن ترك الجدال وهو له محق، وزعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وهو له مبطل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا ضمين، انا اضمن بيت في اعلى الجنه لمن ترك الجدال مع اخيه وهو على حق. وخلاص، بارك الله في جزاكم الله خيرا، شكر الله لك رب. لما ترك الجدال؟ لان الجدال يولد مراء، والمراء يولد لجاجه، واللجاجه تولد كراهيه في القلوب، ثم تولد انني اتعدى الحق حتى انتصر عليك، فربما آتي بالضعيف من الحديث وبالمنكر من الأقوال وبالآراء الخطأ وبشهادة الزور حتى أنطق، لأن لا أريد أن أهزم، وهذه لا تكون بين مسلم ومسلم. لكن الجدال مباح بين عالم وعالم، ولكن هذا يكون في المنتديات، في المؤتمرات، في الأكاديميات، في الغرف المغلقة. لكن تجيب اثنين علماء على شاشة يقول أنا عايز مش عارف إيه تاني، ليس هذا لا من أدب المحاور ولا أدب المتحاورين. في سورة المجادلة قد سمعت تجادلك. نعم، كانت تجادله لأنها تريد أن تظهر أمرا هي غير واضح لها. والرسول يجادلها لأن الأمر ما نزل فيه وحي بعد، فسمي جدالا. يعني هي هذه قضية إيه؟ قضية أنها تريد أن تصل إلى شيء لكن ما نزل الوحي بعد.
يعني الجدال يكون حول نقطة مفقودة مثلا بين الله يرضى عليك يا رب بالضبط. فلكن هذه هذه المحاجة التي كانت بين الخليل والنمرود. النمرود هذا كان ملك كان ملكا على قومه. ده الملك. يعني هو يعبد الافلاك ويعبد الشمس ويعبد القمر, يعني شغلانه كده يعبد الكل الا الله سبحانه. يعني ولا يعبد بالضبط. رجل كافر, رجل كلم يا رب. نعم. وهو رجل متجبر في نفس الوقت. هو ده ودايما المشرك متجبر, لانه طالما اشرك مع الله يعني انت تبغي منه ثاني. هو تجبر يعني صحيح. انت يعني يعني ليس بعد الكفر ذنب. صحيح. جادر يحاجج يرائي يصارع يضارب كيفما يشاء. حتى نحن في أولادنا الذين يجب أن نحن عليهم من أبناء الجماعات أقول لهم دائما يعني ما فيش داعي أن تتجرعوا على العلماء. يعني قال علماؤنا إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. يعني هذا طالما أنت لا تصاحب الفكرة. صحيح. لا داعي للمضاربة. صحيح. يعني سبحان الله لك رأي وهذا له رأي طالما ليس هناك نص. سيدنا إبراهيم دخل على النمرود. النمرود هذا كان يقال أنه كان لما يجد معذرة قبل النمرود. أيهما بدأ بالمحاجة أم لم يرد فيها شيء؟ لا هو يبدو أنه يبدو أنه استدعى الخليلة لمجادلته. يعني هو صاحب حق انا اريد هذا المجادل الذي يضحك كل حجه. يعني يا ليت منهم من هو موجود الان. يعني كوني يرسل سيدنا ابراهيم ويحاجب جيد الى حد ما. يعني هو احنا يعني سيدنا ابراهيم كما قلنا هو الذي ارسى قواعد المنطق العقلي في الحوار. فهو لما راى حججه الباهره قال لا انا اجيب واغلبه. من يغلب الملك؟ الله. وفي ظنه هذا يعني وفي ظنه هكذا يعني. فسواء يعني هو دعا او دعية ها او ابراهيم طالب سيدنا ابراهيم نفسه طلب هذا شيء طيب لانه عند يعني الناس على دين ملوكها. يعني ربما يلين قلب هذا الرجل يكون خير وبركة. صحيح. كما صنع بالنجاشي من قبل. ألم ترى يا محمد الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. أتى الذي حاج يعني هذا رجل ملك النمرود وأتي ملكا. وبالتالي من منطق ملكه يريد أن يقول طالما أنا الملك أنا المنتصر حتى في أي كلام أقوله. لا يأتي أحد مهما يكون لا يأتي أحد أن يقول لي كلاما يقنعني. أنا الذي أقنع الجميع. أنا الذي أصدر الأوامر. أنا الذي أخرج الأفكار. أنا مولد الأفكار. أنا أظهر الميديا الإعلامية كيف تتكلم. أنا أظهر كيف الصحافة كيف تتكلم. أنا الذي أوجه. أنا الذي أكتب. أنا الذي أقرر. أنا الذي أحاسب. فمن هذا إبراهيم؟ أنا ربكم الأعلى. سبحان الله. فرعون نفسه يعني فرعون كل واحد بس سبحان الله. المهم أن آتاه الله الملك. سيدنا إبراهيم ببساطة شديدة بيعرض قضيته. الملك هنا ملك ملك النمرود ملك الدنيا ملك الدنيا كان ممن ملك كان ملك هو ملك هو ملك ملك الشام كله. هو يقال انه من احد ملوك اربع ملك الدنيا بالضبط يعني اثنان كفار والنمرود يقال نعم بره. فان اتاه الله الملك ابراهيم بدا بالقضيه قال ربي الذي يحيي ويميت. هنا دخل معه في الموضوع مباشره من غير نقاش. من ربك؟ هي بالضبط تقديرها كده. من ربك؟ ربي الذي يحيي ويميت. لان دي قضيه واضحه للمؤمن وللكافر. لان الاستدلال العقلي عندما تاتي بابسط الصور فانت اكثر اقناعا. عندما تاتي بالصور المعقده الى ان افك رموز الصوره ورموز الرمز والاستعاره والكنايه لكن اعطي حقيقه واضحه بسيطه. حتى انت في موضوع الانشاء عند الاولاد لما تجد ولد بسيط الفكره كده في موضوع الانشاء تستعذب كلامه. صحيح. جيد. كان الله يرحمه مصطفى صادق الرافعي عليه رحمه الله كان يقول لك ان في الصف الرابع الابتدائي صف الرابع جاله موضوع انشاء التقى قطان قط سمين وقط نحيف فماذا قال كل واحد من الآخر. هذا موضوع الصف الرابع الابتدائي ما شاء الله. لما تقرأ ما كتبه الرافعي وزملائه في الموضوع تقول لا بد أن يكون هؤلاء عمالقة لغة.
لابد ان يكون الرفيع سبحان الله. فبالتالي سيدنا ابراهيم يعرض القضيه ببساطه شديده. ربي الذي يحيي ويميت، هذه قضيه واضحه للكبير وللصغير وللطفل. من الذي يحيي؟ من الله. واحد يولد واحد يموت. نعم. المفاجأة المذهلة والخائبة بالنسبة له، قال أنا أحيي أمي. عجيب، كأن الخليل سأل كيف. هاتوا اثنين من المحكوم عليهم بالقتل. جابوا اثنين. أنت براء، أنت تطلق، سبحان الله. طيب، وأنت اقتلوه. قال أحييت هذا وأمت هذا. ما فهم القضية بعد، أم فهمها وهو يتنطع؟ لكن سيدنا إبراهيم أذكى من أن يجر إلى حوار خائب متدني، يعني بهذه السفلية العقل أو دونية العقل. دونية العقل، العقل لما يتدنى خلاص أنت ارتكس بالأرض، زي بلعام بن بعوراية الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، كان من الغاوين. بلعام ابن بعوراء هذا الذي اللي كان ربنا آتاه الله العلم والحكمة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعني لو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب دائما فاتح فمه وطلع لسانه، هذه الصورة الكئيبة. ولو شئنا لرفعناه بها. بلعام ابن بعوراء اسمه كده، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اخلد الى الارض، خلاص عايز يخرج في هذه الارض. والارض لا خلود فيها. اخلد الى ما لا يجب ان يخلد اليه. قياس خاطئ. انا احيي واميت. سيدنا ابراهيم طبعا لان هو من ارسى قواعد المناظره العقليه، خلاص لا يدخل في قضيه تعريف الاحياء تعريف الاحياء وتعريف الاماته. ها، من الاول الدجاجة أم البيضة؟ يقول لا والله يا أخي البيضة. يقول له لا حبيبي الدجاجة هي اللي تبيض البيضة. بس يقول الدجاجة جات منين؟ البيضة. يبقى خلاص ده اسمه في علم المنطق لزوم الدور. لزوم الدور اللي هو ثور الساقية. ثور الساقية النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها. نلف وندور زي بالضبط. يقول لك أن تنسحب إسرائيل من الأرض. لا، قرارنا الإسلام 242 مش من الأرض، من أرض احتلته. لا، بوجود قال ولولا ندخل في أدلة من 67 إلى 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 سبحان الله ندخل في حوارها. هذه قضية النمرود، نفس القضية. بس سيدنا إبراهيم مش كان زي السياسيين اللي هم أيام اللي ما بيأخذوا في شباك الدهاليز الحوارية دي. لا، المؤامرات الفكرية. لا لا لا، هو واضح المعالم، ترك الموضوع ولا كأنه سمع. دي قضية فقه الأذنين. فقه الأذنين. فقه الأذنين. لما تسمع كلام مش حلو دخل من ودنه وطلع من ودنه. ولهذا لنا أذنان. باب الحمد لله. لما تسمع عن كلام لا يعجبك ما شاء الله اسمع. هو سيدنا إبراهيم استخدم هذا الفقه الجميل. ليه؟ لأنه إذا دخلنا في حوار تركنا الموضوع الأساسي. قال طيب. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بس احنا هندخل في احياء واماته. فبهت الذي كفر. والبهتان هو الاضمحلال والسكوت والهزيمه. فبهت الذي كفر. بس فهو سيدنا ابلست حجته. فسيدنا ابراهيم يعطي قضيه زي زي الله يرضى عنا الصحابي الجليل سيدنا خباب لما مسكوه قريش وبعوه اخذوا سته من الصحابه يعلموهم، قالوا رسول الله احنا اسلمنا وجمع عند بئر الرجيع قتلوا الفر راح مسكوهم قتلوا اربعه وامسكوا الاثنين وبعوهم في قريش. من باب يعني شيء غير يعني لا مواثيق دوليه ولا 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 سبحان الله. نعم. فرضي الله عنه خبيب لما خبيب بن علي لما اخذوه وبعدين وضعوه في بيت فيضعوا له الطعام فتنظر اليه صاحب زوجة صاحب البيت في قريش والله ارى عند خبيب عنقود عنب مثل راس الرجل
بين يديه يأكل منه ولا حبة عنب واحدة في مكة. سبحان الله. لأنه, لأنه, لأنه لأن الإنسان لما يوصل بالله الجدل ده يختفي, لأن النور ينور, النور خراب, ما لم الضوء دخل خلصت المسألة. صحيح. فهو هذا هو منع الضوء. لا لا أنا أحيي وأميت, خلاص انت هذه الشمس ربنا يجيبها من الشرق, ها اتبعها أنت من الغرب, فبهت الذي كفر. أما كفار العصر الحديث أحفاد النمروذ ما زالوا في بهتانهم وما زالوا في ضلالهم وما زالوا في كفرهم وما زالوا في جدالهم. لماذا؟ نعم. لماذا؟ إما لضعف حجة الإيه المحاور, أو لضعف شخصيته, أو لضعف مادته العلمية, أو لضعفه التقني. المهم هو ضعيف السلام, فالتاني بينظر له من عالي. فهذه قضية إيه؟ أن إيه المعنى في القصة دي؟ إيه المعنى في القضية دي؟ أو ما نستفيده؟ إذا رأيت حوارا ينحى بك منحى الجدال والمراء واللجاجة فعليك أن تنهيها, عليك أن تنهيها, تجهله تماما, إما بحجة قوية وإما خلاص لما تجد أنه خلاص عايز ياخدك في معارك جانبية ولا تسمع. يعني وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. عشان ايه هو يبتدي؟ لا انا مجنون, انا عايز اطباء العرب كلهم ياتوني ويوقعوا الكشف عليا ويطلعوا شهاده, او موقع عليا 2 موظفين راتبهم اكثر من 100 مش عارف. ولكن فقه الاذنين وما كانه ما سمع شيئا. بس نعم. هل هنالك صور للنمروذ في هذا العصر الذي نحياه الان؟ هو صور. اليس في يعني في عصرنا هل هناك صور ليست كالنمروذ؟ الله أكبر. يعني كده يعني يا أبا حنيفة تستطيع أن تعد لنا مجانين هذه القرية؟ قال أنا على عد عقلاه أقدر. أنا ممكن أعد لك كم واحد عاقل؟ 3-4-5. أما تقول لي مجانين. أنا على عد عقلاه أقدر. أنا أستطيع. قال يا أبا حنيفة إذا دخلت نهر الفرات لأستحم كيف أجعل وجهي تجاه القبلة؟ أم تجاه فأبو حنيفة الأسئلة أبو حنيفة يسأل في سنة. قال لا اجعلها تجاه ثيابك كي لا تسرق. يا راجل اطلع من النفوخ. سبحان الله. الله يرضى عن الشعبي وهو علامة كبير. قال له يا إمام في نهار رمضان وضعت يدي في أنفي فرأيت دما, علي حجامة أم علي ماذا؟ قال سبحان الله خرجنا من الفقه إلى الحجامة. أنا وأنا حلاق ولا طبيب, أنا فقيه. قل إيه اللي يفسد الصيام وإيه اللي يفسد الصيام؟ دخلونا في متاهة والله يا ابن سبحان الله. يعني نضحك المشاهدين. من أكثر من 25 سنة جاء سائل ليسأل أو ألف سؤالا بقضية اللجاجة. تقول ما فيش إن مرد علي أنا شخصي. نعم. وزيدنا الشيخ أن كان عندنا بقرة وماله ربنا يبارك لك فيها خير, وبعدين كانت عشار ووضعت عيد. سيدي ربنا يبارك لك في العيد وفي ام العيد. لما البقره ماتت والبقره لها لو انا لها رجعوا يعرف العيد حاولنا نشوف له لبن نرضعه فما لقيناش. كان عندنا كلبه والده في الزريبه فرضعنا العجله الصغيره من الايه من الكلبه كبرت عايزين نذبحها ينفع سيدنا الشيخ لحمها ولا ما ينفعش؟ قلت يا دي امها كده سيئه السمعه لان امها دلوقتي دمها مش بقره, دمها حاجه تانية. فسبحان الله فبالله عليك يعني هل هذه الاسئله والتاليف وهل هذا التاليف وهل بالله عليك يعني متى تفرغ العالم او الفقيه او دعا لنشر كلمه الله بمثل هذه السفسطه؟ نفس قضيه النمروذ ندخل في القضيه وبعدين ايه هو مقتنع ولا انا احيي واميت كيف؟ انت خلاص انت حر وانت اقتلوه. فالنمروذ فيه صور كثير في صور كثير. لكن هو فهم ان هذا ان هذه المحجة الاصلية المنضبطة لان هو يتنطع لا 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 هو تعود وهو على كرسي الحكم وكرسي الملك انه ان قال ان هذا الثوب الذي يلبثه محمد وهو اسود لا 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 هذا ازرق وسمع صح صح انا كنت اوشكت ان اقول لجلالتكم انه ازرق لا بس مش ازرق انا ارى انه يعني انه بني ها سبحان الله لو صبرت جلالتك لحظه انا كنت قلت انه بني. هنالك اناس بهذه الشكله ما هو ده اللي خلاه هو نمروذ من ايه؟ من الذي نمرذه؟ صح بس فالمصير هو بالذال ام بالدال؟ نعم بالمعجمه ام بالمهمله؟ يعني يقال انها بالمعجمه
من نمرود. نمرود. نعم. وتستمر المسيرة مع سيدنا إبراهيم. قضية المناظرة نطلع على المناظرة الكبرى أيضا مع قومه أو آدي الرأس بهذا الطريق. طيب راح لقوم وجدهم أنواع. جماعة يعبدوا الشمس، جماعة يعبدوا القمر، جماعة يعبدوا أفلاك أخرى، جماعة يعبدوا الأصنام. الأصنام هو خلص القضية من الأول. قالوا اسألوا كبيرهم ده وإن شاء الله وكبيرهم يعني على طول هيوصل لكم المعلومة لك مين اللي عمل كده. فأنهى قضية إيه؟ آلهة الأرض. نعم. تعالى الآلهة الأفلاك. سيدنا إبراهيم مهدي جماعة بيعبدوا القمر. الجماعة كويس. طب تعالى يا جماعة في إيه؟ لما بتبتدوا العبادة ما هو القمر يظهر متى؟ بالليل. نعم. تخيل أنت تعبد ليلا وفي حل من العبادة وتسرح نهارا. عجيب. هم كانوا يصنعونها كده. ما كده سبحان الله. مش لما الرب يظهر له هو يبتدي يعبد. ما فيش خلاص. لما رأى القمر. رأى القمر باسغا. هم بدأوا يسجدوا للقمر وكذا. هو لم يسجد. ولكن قولا معهم. قال هذا ربي. جميل يا جماعة. خلاص. انا اقتنعت ان هذا يعبد. القمر اخر الليل. قفل. اختفى. لا بعدين القمر عجيب لما يجي عليه شويه سحاب داكن الله اين ذهب الرب يوارى فهذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين لا انا عايز ربي يكون 24 ساعه الله المنطق الله يعني في رب يعني ربي يكفيني ويغنيني ويراعيني واستجير به ليل نهار لكن لما يغيب طب اروح فين فكده انهى قضيه ايه القمر انه لا يصح القمر ان يعبد الشمس طلع بزغر جماعه تاني لا سيبك من القمر تعال عندنا ده اللي هو ها هذا قال اول ما شافش هذا ربي هذا اكبر ده هذا احسن من القمر دي قفلت هي كمان جه المغرب عليها بدات تصفر سقط وراء الجبل ما فيش شمس لا يبقى لا الشمس ولا القمر ثم اعلن يعني كانما يعلن توبته من أعمالهم ليس توبته إلى الله هنا قبل إعلان التوبة سكت قالها سيدنا إبراهيم للشمس والقمر هذا ربي قالها مناظرا مناظر. لم يقلها معتقدا لا 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 لا, لا. حاشاه خليل الله الكلمة هذا ربي لا 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 هذا ربي على سبيل المناظرة هو يناظر فيكلم القوم بكلامهم هو يكلم القوم بكلامه هو ينزل معهم ويأخذهم حيث شاء الله يرضى عليه ولا بد عندما مرحبا. نريد أن نقنع أبناءنا لا بد أن ننزل إلى مستواهم العقلي لازم ثم ترتفع بهم وبعدين نرتفعهم للحق لكن أنا لما أرفعه مرة واحدة طب كيف يعني أجد ولد الصغير وأقول له يعني يلا فين ها فين معلقة طرفة ابن العبد معلقة إيه يعني العبد بلاش معلقه بلاش طرف سبحان الله فلابد ان انزل لان انا لو نزلت المستوى يعني مثلا الرجل الصعلوك تأبط شرا شعر جهدي معروف ما هو مصيبه الناس دي سبحان الله برضه الفكر الانساني يحوي هذا وذاك صحيح يقول ايه درى الله اني للجليس لشانئ يا لطيف ربنا عالم ان الجليس عندي اكرهه درى الله ما هو صعلك في الصحراء صعلوك درى الله أني للجليس لشانئ وتبغضني إليهم مقلة وضميره وهو قاعد مع العبد مع بني آدم هو عينه كرهاه وقلبه وتبغضني إليهم مقلة وضميره ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عمري ما اروح اقول لواحد اديني جمل هو الجمل هو اللي خلقه انا اخذ الجمل اللي يعجبني الجمال دي بتاعت ربنا يعني اللي هي فلسفه الصعلكه والسرقه بتاعت ايه لما الحرام تمسكه اتمنعني رزقا ساقه الله اليه والله رزق ابن الحرام هي نفس القضيه يقول لك ده رزق من قال اتمنعني رزقا ساقه الذئب اهبان لما مسك الذئب اليهودي لما خد النعجه واليهودي جير وراه قالوا يا اهبان اتمنعني رزقا ساقه الله اليه فالذئب معتبر ان ده رزق فنفس تعبط شرا قال ايه ولا اسال وانا لما قال ذئب يتكلم عجب قال والعجب نبي وراء اخاذ النخلات يحدث الناس بما مضى وبما هو ات ان اطعته دخلت الجنه ولا اسال العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير عوى الذئب فاستانست بالذئب اذ عوى وصوح انسان فكدت اطيره هذه منطق الصعلقه لما بالضبط زي ايه
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يعني تجد والله يعني أنا مش عارف أقول إيه لإخواننا ربنا يهديهم من المسلمين أو اللي جايبين للناس مسلسلات تضيع وقتهم، سبحان الله ده يقف أمام الله يوم القيامة ويقول إيه؟ وسافرات عاريات لا يقول بالله عليك يقول إيه؟ وكله كذب في كذب، وده زوجته هذا وده زوجته وده أبوه وده ابنه وده كله كذب في كذب، ماذا يقول؟ لا تعالى كده حط له قول له بس عايزين برنامج ديني ساعتين. ساعتين ساعتين ايه برنامج ديني ليه؟ هو ناس كويس ربع ساعه خمس دقائق اعمل كده حديث اسمه طلوع الروح حديث مش عارف سبحان الله حديث الروح ربع ساعه اي حاجه ربع دقيقتين كفايه كده. لكن الثاني ساعه واثنين اذا ذكر الذين من دونه فن هذا فن معلش يعني شوف فن. اذا هم يستبشرون فنفس قضيه النمرود موجود يعني الناس تراوح عن انفسها بعض الشيء تراوح بطاعه الله روح قلبك بعمل مضغوطين في العمل مضغوطين في الشارع ونفضل مضغوطين ونظل مضغوطين واذا عصينا رب العباد يكون الضغط اكبر لان كم النور والاستيعاب اقل. الله يرضى عن الحسن البصري الشيب الله غفور رحيم اسمع سيبك من الكلام ده خلينا في الصالحين خلينا في الصالحين يا ابن الحسن البصري الله يرضى عليه الحسن البصري ابوه اسمه يسار نعم عليه رحمة الله شو الاسم الحلو أبوه يسار يسار وأمه اسمها خيرة الله يعني نوع من الخير الحسن البصري رضيع أم سلمة ورضيع أم سلمة نعم. إمام التابعين وكان من أسدته 70 من الصحابة ما شاء الله 70 من الصحابة 70 من الصحابة تتلمذ عليهم الحسن وكانت أم سلمة لما بدأ يمشي ويتحرك كده وعنده 4-5 سنوات تروح تطلعه على المسجد النبوي عند عمر بن الخطاب تقول له اجلس بجوار امير المؤمنين ليدعو لك قل يا عمي ادعو لي ان ام سلمة ام المؤمنين تقول لك ادعو لي اللهم علمه الكتاب وانطقه بالحكمه وحببه الى الناس سبحان الله حتى قال له لما تروح البصره سلم لي على الحسن البصري قال له طب انا كيف اعرف قال له ان رايت اهيب الناس واجمل الناس واحلى الناس فسلم عليه فليس الا هو الحسن بس. سبحان الله ما قالوا اول ما جاء واحد جميل وعنده هيبه وعنده لان انت رايح عليه كده هو ده الحسن البصري فتخيل انت ان الحسن البصري هذا لما لينا جاب هذا الكلام ان 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 العبد لما يمتلئ خير سبحان الله فالرجل بيسال واحد في الشام يقول له رايت رجلا في البصره يقول كلاما عجيبا قال ربما هو الحسن هذا الذي كلامه يشبه كلام الانبياء شوف الله وصف جميل شوف وصف الدرجة لغاية فين فده عمره لاجج أو حاجج أو دخل في جدال أو مرأة بس لا فقضية أن نحن يجب أن ننتهي عن الجدال ده الناس قاعدة على الإفطار وقبل الإفطار وبعد الإفطار تحل وتحرم وسبحان الله فتاوى والله كما قال ابن مسعود لو سئل عمر في واحدة لجمع لها أهل بدر فسيدنا إبراهيم وضع قوانين المناظرة بهذا المنطق البسيط صحيح صح. هنا بهذا غلب من يعبدون القمر غلب من يعبدون الشمس لانه اراد ان يوصل معلومه مفادها ان هذه أن الله, آلهة لا يأفل. الله لا يأفل والله اقوى من هذا والله لا يغيب والله سبحان الله تدل عليه اثاره يحرك هذه الكواكب بلا 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 بلا. طب دعاء في ختام الايه لان لم يهديني رب لا هو هو الا يوشي لا 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 يوحي انه كان يعبد لئن لم يهديني يعني ربي من قبل هذا الموقف لكنت مثلكم ضال انا انا لو يعني ليس بعد لا 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 انا 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 لولا انا داخل عليكم بهدايه اصلا انا كنت ممكن اكون ضال زيكم برضه بلتمستم العذر حليم هو حليم مش روحه منكم ده ويجي يحل فيكم وينزل عليكم ابدا هذا 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 هو الامه نعم صحيح. نعم. كيف نسقط هذا وهذا الحوار وتلك المناظرة على الواقع؟ الواقع أننا إذا ناظرنا يجب أن نناظر بأسس علمية. أنت عايز تناظر؟ ناظر بأسس علمية. شوف الشافعي رضي الله عنه عنده لا صلاة إلا بأم الكتاب. طيب. لا تجوز الصلاة عند الشافعي إماما أو مأموما ها؟ سواء كنت إمام أو مأموم إلا بالفاتحة إلا أن تقرأ الفاتحة. فعند الشافعية الإمام يسكت هنيها حتى يقرأها المأموم لا الشافعي نعم الأحناف ليس عندهم هذا تمام تكفي قراءة الإمام خلاص بدليل راح دخل محمد بن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة يقول قال الصاحبان اللي هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن دخل الإمام الشافعي
فقال يا شافعي لو دخلت خلفك فركعت معك حسبت لي ركعة أم لم تحسب؟ قال حسبت. فسكت الشافعي. لا أفهم. هو محمد بن الحسن عايز يقنع الإمام الشافعي أن الكلام بتاعه ده مش تمام. بس بأدب. أن ربما الذي يقرأ الفاتحة الإمام وتكفي. تمام. طيب. قال أنا دخلت مأموم خلفك وأنت إمام رحت ركعت. رحت أنا ركعت معك. أنا أعيد الركعة؟ قال له لا. فقال الشافعي جزاك الله خير. وصلت المعلومة. يعني إيه؟ يعني المأموم ما قرأ الفاتحة وركعته صارت إيه؟ صحيحة. فخلاص يبقى صح ودخل على الركعة بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة بنسبة الإمام. تمام. لم يقرأ الفاتحة فدخل لا الإمام لا المأموم قرأ ولا سمع ولكن ركع. صح. شوف هذا الأدب في الحوار. جميل. هذا الأدب. جاء الإمام الشافعي يصلي في الكوفة. كان مات أبو حنيفة. صلاة أي؟ صلاة العشاء. عشاء. الأحناف عندهم قنوت في الوتر. والشافعي عندهم قنوت الصبح. تمام؟ فالإمام الشافعي قنوت. فالشافعي لم يقنط في الايه؟ في صلاة الصبح. لما؟ فخلص قالوا أنسيت مذهبك يا إمام؟ قال كلا احترمت رفاة أبي حنيفة. أبو حنيفة مدفون في البلد دي وأنا تبع مذهبه. احترمت رفاة أبي حنيفة. يا سلام. جثته. مش يغتابه من خلف ظهره. هذا هو العلم. هؤلاء هم العلماء. فإذا أسقطنا فهكذا تكون المناظرات. وهذا هو أدب الحوار. صحيح. بين الأب والأم وبين الولد وأبوه والبنت وأمها. لكن الله واضح من الآيات أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تركهم ومشى. لا خلاص. واضح. يعني ما عاد الحوار مرة. لا 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 خلاص. ما كلامه مرة ثالثة. تعال عدل المنح شوي. خش على المنح شوي. دي متعبة الكلام بتاع متعبين الكفار. ننتقل إلى الكعبة. ننتقل إلى الكعبة ولو تروح الأول لإسحاق الأول ولا عجبك التبشير العجب. جيد قلنا أنه يعني حينما دعا ربه رب هب لي من الصالحين. أيوة. وهب له الله تبارك وتعالى سيدنا إسماعيل ده الأول. رب هب لي من الصالحين. نعم نعم نعم. في إسحاق. إسحاق تعالى إسحاق. قصته هو قاعد كده كان يقول لك سيدنا إبراهيم كان كريما فكان يسير ميلين حتى يأتي بضيف ليأكل معه. ما كان يأكل لوحده أبدا. يمشي ميلين لغايه ما يجيب ضيف. ففراغ فجاء بعجل حنيز وعجل سمين. اول ما يعني سبحان الله العظيم دخلوا كان في ثلاثه هم ثلاث ضيوف. يبدو ان مساله الكرم كانت غير موجوده في البيئه انذاك. يبدو هذا لدرجه ان القران يسلط عليها الضوء فيبدو انها ما كانت موجوده. وهو ان كان هناك من كرم فهو من اكرمهم عليه السلام. نعم. يعني نعم. هو ده. نعم. ولقد جاءت المهم الثلاثه لما جم هم ما يدري من ولقد جاءت رسلنا ابراهيم. ما هو ما يعرف من ما هم ضيوف. ثلاث ضيوف شكلهم جميل عليهم احترام هيبه. اول ما دخلوا الفراغ الى اهله يبدو هو في حركه معينه على طول الاكل ايه يصل راغ يعني اشار او اشار فورا. مش يفضل الضيف قاعد وبعدين سبحان الله سبحان الله ليه يا راجل لسه بدري كده سبحان الله. فسيدنا ابراهيم اول ما جاء بعيد حنيف عيد مشوي مع انه ثلاثه هو الرابع تيجي على ايه كرم. اول شيء ان تاتي للضيف بين الطعام باكثر مما يكفي. الأمر الثاني لا تخير الضيف ولا تسأله لأن الضيف حيي وهو أسير وأنت يجب أن تحسن أسره بدليل أن أنا عندك ضيف وأبيت عندك عايز أصبح صائم أستأذنك. شو الإسلام حلو إزاي؟ الله أكبر. ممكن بعد إذنك أصوم بكرة إن شاء الله؟ لا ما فيش صيام بكرة ما فيش صيام عندي يا ابني. لا هو كده أنت عندي الأكل عايز تكرمني يا اخي. صيام نفل طبعا. نعم. صيام نفل. الـ هو لما قدموا الاكل فهم يترك النفل لاجل هذا لا يريد ان يصوم. نعم. يترك النفل ها. لان صاحب البيت لا يريد لا الصيام. لان صاحب البيت يسر اكثر اذا اكلت انت عنده لانه رجل كريم وادخال السرور فرض والصوم نفل والفرض مقدم على النفل. هذا فقهنا. هذا ديننا. جميل. هذا ديننا القيم. هذا ديننا. هذا اسلامنا. ادخال السرور عليه فرض والصيام نفل. فالفرض مقدم على النفل. صحيح. تمام كده. صحيح. فالثلاثه جلسوا جنب بعض. ما يعلمهم. ما يعلم سبحان الله. بس. وبعدين فضحكوا معه. قالوا نحن لا ناكل الا اذا دفعنا ثمن هذا الطعام. بيتوددوا للحوار.
نعم ثمنه أن تسموا الله في أوله وتحمدوا الله في آخره. جميل، رد جميل جميل. المهم فهو بدأ لما يأكل فسمع ابتدأ الطعام، بدأ الطعام، وهذا أيضا دروسنا تعلمها. تمام تمام، هو بدأ تمام فسمع ضحك زوجته من الداخل، من الداخل زوجته بتنظر إلى الضيوف لأنه لا يأكل، ما فيش أي صوت، والخليل من حيائه يريد أن يترك لهم مجالا. فلما التفت وجد أيديهم لا تصل إليه، وجدهم لا يأكلون، لا يأكلون. فأوجس منهم خيفة، ألا ضيوف ولكن هو أول مرة، لأنه أوجس خيفة ليه؟ وصحراء لا، خاف أن يكون هؤلاء من الصالحين وأن يكون ماله فيه شيء من الشبه أو حرام. الله، فخاف يا خبر، في إيه ناس الصالحين مش راضين يأكلوا عندنا ليه؟ سبحان، شوف 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 الدرجة، ها أوجس خيفة. ما هو مش هو يخاف من 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 حد جالس عنده، ده هو سبحان الله القوي. طبعا كتب التفسير يقول إيه، ضحكت لما رأت خوفه، لا هو ارتاع لما رأى ضيوف ولا يأكلون. سبحان الله، هي ضحكت يعني ضحكت تبسمت، ليس بحاضر، حاضر يعني. لا 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 حاضر، لا لا لا. ويجيبوا أي حاضر، ويجيبوا أبيات من الشعر والأرنب التي ضحك والكلام ده، وكان عند زمان لما كانوا يدرسونا يعني ضحكت 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 ضحكت، ليس حاضر يعني. لا لا، خذها على على هم قال حاضر لأنها بشرت بأنها سوف تلد، فالضحك ملائم للولادة. سبحان الله، أولا ضحكت خذها كما هي، كانوا يجيبوا لنا شاهد نحو كده شاذ، قاعدة شاذة شوية، يقول لك وقال الشعر كذا كذا، وفي الهامش تحت يقول ايه، وهذا بيت لم يعرف قائله، عشان انت ما ترجعش للدليل. هو يالف قاعده ويالف لها بيت شعر ويقول لك خد القاعده هذه. المهم، نعم، فسيدنا ابراهيم اوجس في نفسه خيفه، قالوا لا تخف انا رسل ربك. ملائكه طلع مين بقى؟ سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل، الثلاثة الكبار. الله اكبر، مع الثلاثة الكبار. نعم، فاصل قصير ونواصل لسبع لفضلاتكم. نعم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. اهلا وسهلا. الضيوف ثلاثة ملائكة، ثلاث ملائكة كما تقول كتب السيرة. نعم، الملائكة الكبار، جبريل، اسرافيل، ميكائيل، ميكائيل. سواء هم هكذا او هم ثلاثة من الملائكة، هم لا يأكلون لا يشربون ولا ينامون، يتمثلون في صورة بشر، صورة بشر، يعني صورة بشر، بشر جميل يعني، بشر سوي. سبحان الله. نعم نعم. ف ومرأته قائمة فضحك، لما رأى أيديهم لا تصل إليه، إيه؟ نكرهم، نكرهم، ووجس منهم خير، قالوا لا تخف، طمأنوا، طمأنوا، خلاص الخوف ده لا تخاف منه، إن أرسلنا إلى قوم لوط، وفي رواية تانية أو في آية تانية أرسلنا إلى قوم مجرمين، قوم لوط. سيدنا لوط كان في نفس الفترة الزمنية، وقريب وقريب من المكان، فبس مروا على الخليل الأول. سبحان الله، يسلموا عليه. عشان شوف لما أقول لك لما هذا العظيم، ها، من يدخل بيته من باب المعذرة يعني، من باب طبطبة الرحمة الإلهية إذا جاز التعبير يعني، بعد كل هذا الغم والهم من قومه، من نمرود ومن أبوه وسبحان الله، من ذبح ولده، من هذه الرحلات من مصر وكانوا عايزين ياخدوا زوجته، وكل هذه الابتلاءات وراء بعضها، بالله عليك لما يجي يزوروا بقى يزوروا الملائكة، إذا كان أهل الأرض قد قلوك وأصبحوا ضدك فالسماء معك، وهؤلاء مندوبي، مندوب الملأ الأعلى جايين يسلموا عليك في البيت ويقعدوا معك. جميل. سبحان الله. نعم. يعني يعني زي قضية إيه، قضية خديجة تموت وأبو طالب يموت والطائف يكذبوه وبهذا المنطق يروح له عامل حزن، عامل حزن، فنفس جبريل تعالى أنت في ضيافة ربك الليلة، يغدو الإسراء والمعراج، الأرض كذبوك، السماء تصدق، خلاص انتهى، يروح. شوف 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 أحلى قوة. سبحان الله، هو ازاي؟ سبحان الله. فلما اشوف ملائكة عنده في البيت، ده في ناس يا ابني تزورك وتمشي تترك فيك كآبة إلى الزيارة القادمة، والعياذ بالله، ويتمنى ألا تحصل وتتهرب من الزيارة. لا. وهو في ناس يعني الرذالة، والعياذ بالله جلسته، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة يا رب. فالمهم
وامرأته قائمة فضحكت. فجأة المفاجأة بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وده أول مرة يبشر بالابن والحفيد مرة واحدة. فقالت يا ويلتى أأرد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة؟ ده أنا عاقر أصلا وعبرت الثمانين، ويقال للمرأة كبيرة السن عجوز وللرجل كبير السن شيخ. يعني ويقال الشيخ والشيخة يعني بعض يجوز. وانا سيجوز طبعا يجوز لكن عندك ناخذ الاجازه منكم يا مولانا. في اية فصكت وجهها يعني ضربت وجهها مفاجاه الدهشه مثلا باب الدهشه. اصل حركات النساء مفاجئه لان عاطفتها تسبق يعني عقلها. هكذا ضربت وجهها وسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالت وانا عجوز وهذا بعد شيخه. ان هذا لشيء عجيب. شوف الملائكه حوار، هي تحاور الملائكة، خلي بالك برضه. نعم يعني تحاور، مش تحاور ضيف عادي، هي في محاورة مع الملائكة وجها لوجه. هي وكأنها تندهش أو تستنكر هذا، هي عجوز وزوجها شيخ وهي عقيم أصلا وهي لم تلد من قبل وعبرت الثمانين، وبعدين كيف يعني؟ فبمنطق البشر لا يجوز. لا هذا لا يجوز. قالوا أتعجبين من رحمة الله؟ يبقى هذا الفضل ده إيه؟ من رحمة الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سبحان الله، رحمة الله وبركاته. لأن الصحابة أيضا رأوا جبريل لما جاءوا في صورة الرجل الشديد الثياب يعلمها، وشافوا عبد الرحمن بن عوف قال له هذا رجل أطال معك الوقوف يا رسول الله، كدت أن آتي لأنهره. قال أورأيته يا عبد الرحمن؟ قال بلى يا رسول الله، أنا شفته، أنا رأيته. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. جاءوا في صورة رجل بشر صار الدحية الكلبي. دحية الكلبي هذا رجل كان جميل الصورة، سبحان الله. يتمثلون البشر والناس عشان برضو ما يشعرش الملائكة. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، سبحان الله. المهم حملته وجاب إسحاق وبعدين يعقوب، وكلا جعلنا نبيا. سيدنا إبراهيم الوحيد في الأنبياء الذي بشر بولد وحفيد. سيدنا زكريا دعا. نعم فرزق بيحيى. وعشان ولكن لا. والاسم لما سماه رب العباد عز وجل لم يمت. لأن اسم يحيى لم نجعل له من قبله سمية. لا يحيى يعني لا يموت. ولكن كل بشر يموت. صحيح. فيحيى مات شهيدا فما مات. لأن الله الذي سماه. سبحان الله. التعبير يعني ربنا سماه يحيى. طب كيف يحيى يموت؟ كل يحيى يموت. صح. كل حي سوف يموت. يموت صح. كل من عليها فان. طب يحيى عندما يسميه الله لا يموت. طب كيف؟ يستشهد. استشهد. والشهيد لا يموت. قصة سلومي وغيرها. رحمة الله عليكم. رحمة الله وبركاته عليكم. إذا كيف تتنزل رحمة الله وبركاته علينا؟ كيف نستجلب رحمة الله؟ عندما نجاهد في سبيل الدعوة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأن هذا العطاء الرباني ما تم إلا بعد رحلة كفاح طويلة، لا نمكن في الأرض إلا بعد الابتلاء. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف ده كيف يأتي؟ والتمكين كيف يأتي؟ بعد الإيمان وبعد عمل الصالحات وبعد الابتلاء. هو آمن وعمل صالحا وابتلي. طيب هم لما يذهبون الى لوط كما سياتي لكن في عجاله؟ هم رايحين يخلبوا قريه لوط. قالوا له هذا الكلام؟ طبعا احنا رايحين نخلبوا. ماذا قال لهم سيدنا؟ سيدنا كان قريبا له، هم اقرباء عمه. سيدنا ابراهيم عم لوط يعني سيدنا لوط. سيدنا لوط كان مكلفا في زمن سيدنا ابراهيم برساله، أنا كان عشان قضية الفواحش والإيدز فسبحان الله. تخيل أن سيدنا لوط يقول لسيدنا إبراهيم يا عمي، شوف العم، الله أكبر. الآن الله يسامح الناس يقول لك أيوة سيدنا الشيخ، أصل دلوقتي العم غم والخال وبال والأقارب عقارب. بيقولوا بعض الأقارب كالعقارب في أذاها، فلا تفخر بعم أو بخال، فكم من عم يأتي الهم منه وكم من خال من الخيرات خالي. والعياذ بالله. نسأل الله السلام. لا بس الحمد لله، إن شاء الله نسأل الله في صلاة الرحم في المسلمين ما يعرفون هذا. لا 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 إن شاء الله لا، إن شاء الله يكون العم حنون ويكون الخال حنون والخال والد والعم والد إن شاء الله بإذن الله. ماذا قال لهم سيدنا إبراهيم؟ هو إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين قوم لوط. قال إن فيها لوطا
هلا عايز يذكره بس خلوا بالك الله لا لا ده فيها رسول وابن اخويا يعني احنا نعرفه ما شاء الله يعني ان فيها لوطا نحن اعلم بمن فيها الله ازيك ربنا يمدح ويقول ايه يجادلنا في قوم لوط تخيل بيجادل عشان ايه عشان يرأب بهم يرأب بهم لعل وعسى يمكن طب استنوا شويه خليكم شويه هنا يمكن نبعت لهم رساله نقول لهم خلوا بالكم هذا القريه هتنقلب المصيبه تحصل توبوا ارجعوا هرسل رساله لابن اخويا اقول له شد عليهم في الدعوه شويه ابذل مجهود يجادلنا في قوم حليم ان ابراهيم لحليم الاول الله 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 لا اله الا الله جميل نروح معاه في الجنوب بك. طيب مساله واذ بوأنا لابراهيم ابراهيم مكان البيت البيت في اللغه هو الذي يبيت الانسان فيه ليلا نعم ده التعبير القصد على مكان المبيت مكان المبيت نعم طب ليه ما جعلناش واذ بوأنا لابراهيم مكان المنزل او مكان الدار طب بوأنا يعني بوأنا عرفنا وجهزنا وعددنا عددنا عددنا وايه مبوأ صدق مبوأ صدق سبحان الله فان تبوأ لقومكما بمصر ايه بيوتا تبوأ يعني اعدوا جهزوا اعدوا بوأنا لابراهيم مكان البيت طب ليه مش مكان الكعبة البيت يدل على المبيت ليلة صحيح طيب وكأن الذنوب والمعاصي تصنع في قلوب العباد ليلا وظلاما وجلاؤها هناك عند هذا البيت لن ينجلي ظلم المعاصي ولا غبش وظلامة الذنوب إلا بأن تزور هذا البيت يعني البيت ملائم لأن إيه للمغفرة لأن أنت دايما العبادة أفضل متى بالنهار أم بالليل بالليل مستغفرين بالاسحار صحيح بالتمام فكان هذا العابد سواء عبد نهارا او ليلا فكانما عبد ليلا الله بوأنا لبر مكان البيت كلمه البيت سبحان الله وعايز ارجع قضيه ربما نسناها لما 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 دخلوا عليه الرسل برضو قضيه احسن ايه لان ملابسات بسيطه وايه اذ قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون نعم تمام يقولك الله طب فين عم الصالحين اللي انتوا تقولوا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها صح ولا لا؟ المفروض يقول عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب لا ده هو رد باحسن. قالوا فين احسن؟ قالوا سلاما قال سلام. سلام لا قال لك السلام الاولى دي حال حال حاله كونه سلام قالوا سلاما منصوب على الحاليه ده حال حال وقال سلام لا سلام ده اسم والجمله الاسميه تدل على التأبيد انت اسمك محمد من ساعه ما ولدت هي اقوى التعبير بالاسم اقوى وتدل على الاستمراريه فيبقى هنا افضل رغم انها واحده بس جت منصوبه وجت مرفوعه هو الرفع للتمكين الله يرضى عليك فهو كانما يمكن عندهم سلام منه لهم وكانوا الى ان تتركوا هذا المكان فالسلام لي منكم هل يجوز لنا ان نقول هذا الان يعني هل نقول يا سلام لا 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 ده هذا مستك لا لا سلام لا 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 ما ينفع لا يجوز لا 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 واهلكنا عصر السلام بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي أنت وإسماعيل نعم. للطائفين والعاكفين والركع السجود قول الله طب ما هو الطواف عبادة ولكن مش أنت تقولوا في الفقه أنه أنا أطوف لازم أكون طاهر نعم بلى أيوة صح ما ليه الطائفين والركع السجود ما دي عبادة لا الطائفين لما الطارئين الزوار اللي جم ماشيين على طول الطائفين المناسك الطارئين اللي وزائر وماشي من طافة من طاف وخلاص جاء وطاف وخلاص فطاف عليها طائف من ربك نعم مر عليها طهر بيت للطائفين والعاكفين اللي هم مستقرين هنا والركع السجود هو في ركع مش هي من الواجب والركع والسجود اللي هيركع هيسجد كله تواضع لله كله خشية لله دي عبادة ودي عبادة فهم الاثنين طميمتين مع بعض من ركع سجد صحيح مش ممكن صحيح. راح يركع سبحان الله زي مسيلمة لما تزوج سجاح اللي ادعى النبوة كلاهما مدعي النبوة تزوج مدعيات النبوة قالوا كيف تتزوجك من غير مهر راح دخلت عليه الخيمة قالت صحيح كيف تتزوجني من غير مهر راح خرج علينا ماذا تريدون يا قوم سجاح نريد مهرا تتزوج نبيتنا دون مهر قال وضعت عنكم صلاة العشاء وصلاة الصبح وصلوا قياما
لا داعي لأن تعفروا وجوهكم في التراب. يا الله تكرر الله ما كله كده كده يا مسلمة كده بيخرج منه ايه يعني. فده مهرها يعني فسق في فسق وفجور في فجور. حط عنه من الصلاة. حط عنه من الصلاة. ما في داعي تصلوا تقلوا كده سبحان الله. سيدنا إبراهيم في البقرة يقول ايه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طب عرف ازاي القواعد؟ قال ربنا أرسل سحابة ظللت حجم مساحة الكعبة طورا وعرضا. بالضبط. بالضبط. قال له على قدرها فابني ارفع. هو كلف. هو كلف. بس الآية وإذ يرفع إبراهيم. بناء على أمر. مضمر. لا بد ما لا يعني اللي أخذ ابنه عن أمر. يروح عند مصر بأمر. يجحدت بأمر. يكلم النمرود بأمر. يستقبل الضيوف بأمر. يجادل بأمر. كله بأمر. طب لما لم يقل إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. هنا أن طهيرا الاثنان. وهنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لم يقل إبراهيم وإسماعيل. هو للبيت لأهميته. وكأنه وضع بين الرسول وابنه النبي. كأنما في حماية هذين الرجلين الكبيرين اللذين هما كبيران عند الله سبحانه وتعالى. فكأنما البيت بحمايتهما بعد حماية الله عز وجل. كان البيت موجود زي بالضبط ايه؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ترتيب ايه؟ الرحمن خلق الإنسان وبعدين علمه، علم مش علمه وبعدين خلقه. صحيح. لا، جعل خلق الإنسان بين تعليمين، فمن لم يتعلم القرآن فهو ميت لم يخلق. الله أكبر. القرآن تحديدا. طبعا من لم يتعلم القرآن وتفسيره وما فيه من حلال وحرام فهو ميت. حتى أنا يعني حتى الكل مسلم. مش ضروري التفاصيل، ولكن يعرف الكليات التي فيها. هنالك حد أدنى لكي يكون مسلما. ده منهج جدا. منهج الحال. الله أعلم. احنا ضعنا من غير من يوم ما تركنا المنهج. صحيح. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا شوف مش يقول إيه. تعبنا وعملنا. منتظر. ليه كم حسنة؟ مش الأطفال. الزوجات في البيوت. يعني سيدنا الشيخ ده قلت سبحان الله بحمد سبحان الله 100 مرة. ليه كان عند الله؟ هو يا ابني هو بيزنس. هو شغل. هو تجارة. هي تجارة طبعا. بس مش داعي تنتظر. بس التجارة لن تبور. لا ما مش بس مش داعي تسأل كام؟ كام؟ لا كام يعني ايه؟ خلاص ان شاء الله بس يا ربنا يتقبل. ربنا شوفوا يبر عليه ربنا تقبل. يا رب اجعل هذا العمل خالصا، تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوف قمه الم يكونا مسلمين. هم مسلمين ومؤمنين وانبياء ورسل، وهو خليل وهو صديق نبي اسماعيل، ورغم ذلك يريدون اعلى درجه في الايمان وهو التسليم. التسليم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم بعد كم آية، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من إيه سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإسلام ده أقصى درجة في الإيمان. مش الإسلام الأول ده دخول يعني الإسلام. يقصد أسلم بماذا؟ أن يسلم أمره كله لله، بحيث أنه هو ليس العارف الذي إذا ما أشار حدث له الطلب. ليس العارف هو الذي إذا أشار حدث له الطلب. لا. وإنما العارف من لا إشارة له لأنه هو الطلب. يا سلام. هو طلب الله عز وجل. هو مطلوب الله. هو مذكور عند الله عز وجل. يا سلام. قال أنا أعرف متى يذكرني ربي. قالوا يا رجل استحي من الله. قال والله إن ذكرته ذكرني. تزعلني ليه؟ هو قال كده. قال اذكرني في نفسك أذكرك في نفسك. أذكروني أذكرك. قال أنت وأنا جبت كلام من عندي؟ شوف الكلام الجميل. ما مقامي عند الله يا بصري؟ قال ما مقام الله عندك؟ بس خلاص. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. المهم لما البناء بدأ يرتفع قال إسماعيل ائتني بحجر عشان بدأ أقف عليه. يفاجأ سيدنا إبراهيم بأن الحجر يتحرك معه يمنة ويسرة وارتفاعا وهبوطا كلما أراد أن يبني أو يضع حجرا جديدا. كيف؟ الحجر اللي جابه له سيدنا إسماعيل. نعم. جاب له حجر. نعم. وقف عليه. هو جبنا الحجر ده بيتحرك. حركه رب العباد. هم الاثنين ما فيش غيرهم. سبحان الله. الكعبة دي كلها هم اثنان. فيش معين. الحجر يدور ويتحرك. الحجر يتحرك. الذي يقف عليه سيدنا. عايز يطلع فوق. يعني مصعد يعني ليس لا يعمل بالكهرباء ولكن يعمل بقدر الله. ونعم بالله. يعني
قصة الخليد بهذا النط احنا اعطينا عناوين لكن لو غصنا في الايات ومدلولاتها والكلمات والفاظها وما وراء المدلول النص القراني والمقصد فيها ما يعني نعرف كيف يكونون مع الصفوة بس احنا تكلمنا عناوين عن هذا الرجل الذي هو من اعظم الصفوة ومن اصفى الصفوة عشان ناخذ من بس الايه بعض هذه الدروس المستفادة. شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد غدا قبل هذا الموعد بساعة كاملة بمشيئة الله تبارك وتعالى إذا كنا من أهل الدنيا نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.